ساعة الرابطة جاهدة تحيد الاعتصامات عن الاصطدام والإعاقة لعمل الملحقية والقنصلية، لكنها وصلت إلى طريق مسدود. بحت أصواتهم كما تقلصت كل الخيارات أمامهم. طلاب موسكو وبدرجة حرارة 20 مئوية تحت الصفر يعتصمون أمام السفارة اليمنية في موسكو ويغلقون أبوابها بشكل جزئي كخطوة تصعيدية جديدة تخللت اعتصامهم المستمر منذ 22 يوماً. اعتصام نفذوه من أجل مطالب عدة أهمها مستحقاتهم المالية المتوقفة التي مضى نصف شهر منذ أعلن وزير الخارجية عن أنها ستصرف خلال أسبوع فقط عبر لجان ميدانية. وبالرغم من مرور 8 أيام على إيداع المبالغ في حساب السفارة إلا أنها لم تصرف، وبانتظار وصول اللجان المكلفة بصرفها من الحكومة الشرعية. في روسيا تم يعني افساد المستحقات الماليه، والان انا تكلمت مع المستشار الثقافي الدكتور انور صبيح، قلت له اصرف اذا تقدر حتى اليوم تصرف. يعني هل استلمت السفاره الفلوس؟ نعم. ماذا يبقى؟ الصرف. يعني احنا جبنا الفلوس اصلا لقناع، عشان ايش تبقى في السفاره؟ توجيهات صريحه يؤكد عليها وزير التعليم العالي فور وصوله كوالالمبور للاشراف على عمليه الصرف هناك، في وقت ما تزال السفارة اليمنية بموسكو تطالب بأمر مباشر من الرياض حول تشكيل لجنة من السفارة والملحقية وبدء عملية الصرف. تطول حالة التخبط وتطول معها معاناة الطلاب التي تزداد سوءا يوما بعد آخر.